الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الكرام ال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا مع الكلام على مواقيت الصلاه واي الاعمال افضل. قال: الصلاه على وقتها. روى المصنف رحمه الله تعالى بسنده الى عبد الله ابن فضالة الليث الزهراني، قال أبو منده وأبو نعيم: لا تصح له صحبة. ذكرهم ابن حبان في الثقات، وكان على قضاء البصرة، عاش إلى زمن الوليد بن عبد الملك. عن أبيه أبوه هو فضالة الليثي الزهراني، قيل هو ابن عبد الله، قيل ابن وهب ابن بحرة ابن بحيرة. عن له عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد على المحافظة بين البردين أو العصرين. نعم. عنه ابن عبد الله ابن فضالة، وفي حديث اسناد حديثه في اختلاف. قال: علمني او قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم اي اعمال الاسلام واحكامها، فكان فيما علمني من احكام الاسلام يعني وحافظ على الصلوات الخمس، يعني أمره أن يحافظ على الصلاة الخمس. عليكم السلام وبركاته. قال أي فضالة: قلت إن هذه ساعات لي فيها أشغال، يعني عندي أشغال دنيوية قد تشغلني عن الصلاة في مثل هذه الأوقات التي تأمرني بأن أحافظ على الصلاة فيها، فأمرني بأمر جامع إذا أنا فعلته أجزأ عني، أي كفاني هذه الهموم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حافظ على العصرين وما كانت. يعني وما كانت العصران. قال: حافظ على العصرين. قال: وما كانت من لغتنا. قال: وما كانت من لغتنا، يعني لفظة العصرين ما كانت مستعملة في اللكنة التي يتكلمون بها. وما كانت من لغتنا أي في لساننا، فلم أفهم ما العصران. فقال: حافظ على العصرين. فقلت: وما العصران؟ يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم، فيها دلالة على فطنة الصاحب الجليل عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه، و قال له أمرا حسبه يعلم حسبه يفقه. فقال له: حافظ على العصرين. عليك السلام كاتب. قلت: وما العصران؟ اللغة ما يعرفها. قلت: وما العصران؟ ففيها مراجعة العالم، وفيها أيضا العلم التعلم. عليكم السلام كاتب. وفيها التعلم بالسؤال والجواب. قال: وما العصران؟ فقال: صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها. صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها هي صلاة الفجر والعصر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، من صلى البردين دخل الجنة. ولذلك قال بعض العلماء: يريد بالعصرين صلاة العصر وصلاة الصبح، وهما أفضل الصلوات. وهذا هذه التسمية على التغريب، هذه التسمية على التغريب، كما يقولون للعمرين، ويقصدون ذلك أبي بكر، يقصدون ذلك أبي بكر وعمر. ويقولون الأسودان، يريدون بذلك التمر والماء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما عندهم من طعام إلا الأسودان، والأسودان هو الماء والتمر، على مسألة التغريب. نعم. ولذلك العرب جميعا تعتبر العصرين الليل والنهار، فبين سلم تخصيص العصرين بصلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل الغروب، يقصد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصر، على أهمية الصلاتين، لأن سلم أيضا قال بأنهم يتعاقبون فيكم ملائكة فيلتقون في الفجر وفي العصر. ثم
ثم أعرج الذين باتوا فيكم. أيضا في الفجر خصيصا قال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من ترك صلاة العصر فقد وتر أهله. والإشكال في ظاهر الحديث أنه قال له عندي أشغال، يعني في هذه الأوقات اللي هي الصلاة الخمس التي قال فيها الله تعالى قم صلاة دلوك الشمس إلى غسق الليل فقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالإشكال يقول أنا مشغول، يعني عندي أمور شغلتني وتشغلني عن الصلاتين، فموردني بأمر جامع إن فعلته يجزئني. ظاهر الحديث أي يجزئ عن الصلاة الخمس أن يصلي البردين أو يصلي العصر والفجر. والحق أن ظاهر الحديث أو ظاهر الحديث ليس مرادا، يعني ليس مرادا أنه إن اكتفى بالصلاتين كانت كفاية له عن الصلاة الخمس، بل المقصود إذا حافظت على الصلاتين، نعم، إذا حافظت على الصلاتين في أول أوقاتهما فأنت قد تكون معذورا. فقد تكون معذورا في الصلاتين، نعم، في الصلاة الأخرى في أن تصلي في أول الوقت فتكون معذورا، فيكفيك أن تصلي صلاة قبل طلوع الشمس في أول وقتها لأنها من الأهمية بمكان، وصلاة بعد قبل غروب الشمس إلى العصر في أول وقتها فيغنيك على أن تصلي الخمس صلوات في أول وقتها، ولكن أيضا عليك أن تصلي الصلاة في وقتها على وقتها، يعني حتى لو في أواخر وقتها دون أن يخرج وقت الصلاة. ويكون هنا فيه إباحة له أن يعني أو مساحة له بأنه يعني يحافظ على التوقيت الأولي لصلاة العصر صلاة الفجر لأهميتهما، وله أن يصلي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بين الوقتين في كل صلاة من الصلوات الأخرى. ولكن ابن حبان قال المحافظة على العصر إنما هو زيادة تأكيد لهما مع بقاء المحافظة على جميع الصلوات في أول الوقت، لكنه بين ما هو فيه من الانشغال. يشكل علينا فقط أنه روى أحمد بمسنده في مسنده قال حدثنا محمد بن جعفر غندر عن شعبان قتادة عن نصر بن عاصم عن رجل منهم أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أنه لا يصلي إلا صلاتين فقابل ذلك منه. كأن ظاهر هذا الحديث أنه أسقط عنه ثلاث صلوات، وهذا صراحة فيه ما فيه من الخطأ البين أن يفهم هذا الباب. ومن قال بأنه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر كبير. ولذلك المسألة حتى ولو قالوا بخصائص النبي ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط فرضا عن أحد بحال من الأحوال، والفرض لا يسقط عن المكلف لا سيما إذا كان بتعميم كلية الأحكام، فهذا التأويل والتوليه فيه نظر. والحديث هنا كأنه عندما قال أسلم أن لا يصلي إلا صلاتين كالذي يعني أسلم على إحياء الزنا، لكن الحق أنه لا يصح أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك وأسقط عنه صلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسقط ما أمر الله به إلا بوحي وإلا بدليل. وقلنا في التأصيل العام الأصولي أن الأحكام لا يمكن أن تنزل الأحكام على الأعيان، لا يمكن للأحكام أن تنزل على الأعيان، بل الأحكام لا تنزل إلا على التعميم، ولو نزلت على الأعيان فإن علماءنا في هذا الباب يقولون تكون على الأحوال لا على الأعيان. نعم. ثم روى المصنف
الله تعالى عمار بن رؤبة عن أبيه ورؤيبة عمار بن رؤيبة فيه جهالة عن أبيه. هو عمار بن رؤيبة نعم أبو زهرة له رواية عن علي ورجح العلماء أنه ليس بصحابي. يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يلج النار أي لا يدخلها ابتداء لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب الشمس. وهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على الاهتمام بالصلاتين بصلاة الفجر وصلاة وصلاة العصر. لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة. فقال لا يلج النار رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل أن تغرب، يعني حافظ على صلاة الفجر وصلاة العصر. فقال هذه الأهمية، احنا قلنا أيضا المحافظة على الصلاتين تفتح له أبواب الدخول النظر إلى وجه الله الكريم. فعظم الفضل بأن يحرص، حتى قال مسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. يعني هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم على أنها سبيل لرؤية الله جل في علاه. المحافظة على الصلاتين سبيل عظيم لرؤية الله جل في علاه. فقال الرجل البصري أنت سمعته منه ثلاث مرات يسأل؟ قال نعم. كل ذلك قلت سمعته أذناي ووعاه قلبي. وهذه أيضا فيها دلالة على التأكيد من السماع من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سمعته أذناي ووعاه قلبي، يعني أنا كنت مصغيا مهتما اهتماما راقيا بسماع هذا الأمر. هذه دلالة على أهمية الصلاتين. قال وأنا سمعته يقول ذلك، يقول يعني لا يلج النار من صلى رجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على بيان الفضل في الصلاتين، صلاة الفجر وصلاة العصر. ولذلك اختلف العلماء اختلافا عظيما في الصلاة الوسطى، فمنهم من ذهب إلى صلاة الفجر ومنهم من ذهب إلى صلاة العصر، لأن فضل الصلاتين قد ظهر بقول الله جل في علاه قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن رغيبة الفجر هي خير من الدنيا وما فيها، وأيضا بإطالة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والحرص على إطالة قراءتها بقوله صلى الله عليه وسلم أو بفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ من 600 آية، وبفعل الصحابة الكرام له أيضا، فكان يفعل ذلك يعني عمر بن الخطاب، فكان يصلي بسورة يوسف ويبكي ويبكون، وكان عثمان بن عفان يطيل جدا صلاة الفجر، وأيضا كان أبو بكر يصلي بهم حتى صلى بهم بسورة البقرة، وكان الشمس تشرق فقال له ذلك، قالوا كاد الشمس تشرق علينا، قال لو أشرقت ما وجدتنا غافلين. فالحاصل بأن صلاة الفجر صلاة العصر من أعظم الصلوات نفعا للإنسان، فهي سبيل إلى رؤية الرحمن، لأنه قال ترون ربكم كما ترون هذه الشمس، حتى قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ففيها دلالة أيضا واضحة يعني جلية على أنهم على أنهما من أعظم الصلوات قدرا ونفعا من الصلوات الخمس في هذا الباب. وقد جاء في فضل صلاة العصر، فيعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا. فهذه فيها دلالة واضحة على فضل صلاة العصر وفضل صلاة الظهر على ما جاءت من الأدلة في هذا الباب. الفوائد المستنبطة،
الأصل بقاء اللفظ على ظاهره ما لم تأتي قرينة تصرفه من الظاهر إلى المؤول. عندما قال له إني أنشغله يعني عنده أمور أشغلتني فأمرني بشيء يكفيني، أمره بصلاتي العصر والفجر، الظاهر أنهما يعني يكفيه من الخمس صلوات، وفي رواية المسند أحمد تؤكد، ولكن هذا كله يخالف إلى التأصيل العام الشرعي، وهو أن الأحكام لا تنزل على الخصوص، وأن التكاليف لا تسقط عن أحد بحال من الأحوال إلا إذا كان العذر، أما إذا كان العذر الدنيوي فلا يمكن أن تسقط التكاليف بحال من الأحوال. لذلك قلنا التأويل هنا، ظاهر التأويل هنا واجب، التأويل واجب. اللهم أرزقنا إرادة نظر إلى وجه الكريم رب العالمين. التعليم عن طريق السؤال والجواب من أفضل الأساليب التربوية. جواز مراجعة المفضول للفاضل، جواز مراجعة المفضول للفاضل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا